قال مفوض الانتخابات في ولاية جورجيا الأمريكية إنه سيتم إعادة فرز الأصوات في الولاية يدويا. وأكد مفوض الانتخابات أن إعادة فرز الأصوات سينتهي بحلول 20 من الشهر الجاري، وتأتي إعادة فرز الأصوات يدويا في ولاية جورجيا بعد أن اتضح أن فارق الأصوات بين بايدن وترامب يقل عن 0.5%. ويتقدم الرئيس المنتخب جو بايدن على دونالد ترامب بأكثر من 14,000 صوت في عملية الفرز الأولي في الولاية التي تمنح الفائز بأصواتها 16 صوتا من أصل المجمع الانتخابي. هذا وأعلن اليوم عن فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأصوات ولاية ألاسكا التي لها 3 أصوات في المجمع الانتخابي. وقد ظهر الرئيس الأمريكي المنتهي ولاية دونالد ترامب في أول مناسبة عامة بعد الانتخابات، ظهر في يوم المحاربين القدامى الذي يفترض أن يمثل لحظة وحدة وطنية. يزور الرئيس مقبرة أرلينغتون الوطنية بعد 4 أيام من إعلان الإعلام الأمريكي فوز غريمه الديمقراطي جوزيف بايدن في السباق نحو البيت الأبيض. ولم يتحدث الرئيس الأمريكيين منذ ذلك الحين إلا عبر تويتر، ولم يعترف بفوز بايدن كما ينص التقليد الأمريكي عقب إعلان فوز أحد المرشحين.